الطحينة البرتغالية بالتونة كريمة الطبخ، طبعا مش شايفين كيف هي اسمها، اسمها كثير غريب، ولكن هي اختصار باللغة البرتغالية ماكاراو كونتون، واللي هو يعني معكرونة بالتونة. كريمة الطبخ، جبنة بارميزان أو كشكوان، رح يكون بدنا علبة قشطة، 2 تونة الصياد، رح يكون بدنا 500 جرام من المعكرونة، ورح يكون بدنا فطر فريش، ممكن تستخدموا معلبات ولكن بفضل انكم تستخدموا فريش، وبدنا بودرة الخضار، ملعقة صغيرة من الثوم البودرة، ربع ملعقة صغيرة من الفلفل، ملعقة صغيرة من الأوريغانو أو البهارات الإيطالية، ورشة ملح. هيك عندنا الوصفة، هي عن جد كثير سهلة وبسيطة. المعكرونة دائما احنا بتلاقينا مثلا بنروح على الرفوف المعكرونة، وبنصير انه نحاول نعرف كيف بدنا نعرف انه ايش هو الصوص الأضبط للمعكرونة. المعكرونة احنا مستخدمينها هلا هي اسمها البنة، واللي هي بيكون في جواتها ثقب، بدي افرجيكم اياها، بيكون في جواتها ثقب، احنا اوريدي سالقينها هيها، هذه اسمها البنة. كيف احنا ممكن نختار ايش هو نوع المعكرونة اللي بدنا اياه للوصفة بناء على الطبخة اللي احنا بدنا نعملها؟ المعكرونات اللي بيكون في جواتهم ثنايا، او بيكون في عليهم نتوءات، او بيكون في جواتهم ثقب، زي اللي بتكون على شكل شكله او على شكل فراشه، او اللي بتكون على شكل حلزونه، او اللي بتكون على هذا الشكل، هدول الاشياء بتحملوا صوص ثقيل، يعني بزبط انه الواحد يستخدم معهم شيء صوصه ثقيل عشان يقدر يتحمل يدخل جواته صوص، وهيك بيستاكلوا اللقمه تكون كلياتها هيك مسقسقه بالصوص. اما المعكرونه زي مثلا السباجيتي فهي تتحمل فقط الاشياء اللي بتكون ناعمه وطريه، زي صوص البندوره، شيء كثير هيك ناعم، وهي لا تتحمل الصوصات القويه. وفي اخر شيء واللي هو الاورزو، واللي هلا كثير عم بيكون مشهور، وهو يتعامل معامله الرز، وهو بيستخدم بالعاده بالسلطات. طيب راح نبلش بالوصفه، راح احط زيتي دوار الشمس بالطنجره، عشان انا بدي اشوح البهارات والخضار عليهم قبل ما انزل الكريمه. لا تقولوا لي ليش عم بستخدم الكريمه، هدول هم احكوا مع البرتغال ما يشتغل. طيب راح انزل عليهم الثوم، طبعا بنصبح على كل الاشخاص اللي انضموا لنا على فيديو البث. اماني بتقول صباح النور والسرور عليكم، يسعد صباحك يا اماني. وايضا ام رامي كنعان بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركه وسعاده. وايضا ايوش بتقول صباح الخير لاحلى ناس، تحياتي من فلسطين، اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتشوفونا. حطيت البصل والثوم وعم بحرك البصل والثوم مع بعض الى ان يصير في عندي لونهم هيك شفاف، بصير لونهم شفاف. راح انزل باقي المكونات. راح انزل البهارات والملح بهاي المرحله، عشان انا بحب هيك يكون طعمهم قوي جدا. تمام، راح احط الملح، ملح الكسيح، وايضا راح انزل البهار، مش راح احطه كله، احط بس شوي. هل ضروري هيك؟ لا، تقدروا تعملوا انتم بالترتيب اللي انتم بدكم اياه. تمام، راح هيك بس احركهم شوي تطلع الريحه الكثير حلوه، بعدين راح انزل الفطر. واذا حسيتوا انه الزيت عندكم قليل بالنسبه للاشياء اللي عم تعملوها عادي بتقدروا تضيفوه. اوكي، والفطر الفريش يعني دائما بفوز. عن جد دائما بفوز. ممكن الواحد يستخدم معلبات، ممكن الواحد يستخدم ميكس، بس يفضل انه افضل فريش وحتى كطعم. يمكن شيف كمان مشاهدينا، يعني للاشخاص اللي معنا على فيديو البث، بدنا اياكم تكتبوا لنا بالتعليقات كم مره بتاكلوا بروتين بالاسبوع، بما انه اليوم عم نحكي عن موضوع البروتين قد ايه هو مهم، وليه اجسامنا بتحتاجه، ايش في بدائل للبروتين الحيواني اللي ممكن ما نطبخه كل يوم. فانا بدي منكم تكتبوا لي كم مره بتتناولوا البروتين بالاسبوع. تمام، وكمان شوي هيك بس خليهم شوي يتعرفوا على بعض، راح انزل القشطه والكريمه. بس في شغله بحكي لكم اياها، ميه السلق اللي سلقت فيها المعكرونه راح احطها بكوب، انا حطيتها هون بكوب، نفس المي اللي كان فيها المعكرونه، وراح احط عليها نشا الكسيح عشان انزله مع الخلطه، عشان انا بدي اياها تكون الخلطه تاعتي كثيفه. تمام، كيف نكثفها؟ نكثفها بالنشا، وتذكروا دائما النشا ما بزبط انكم تحطوه مباشره على الطبخه، لازم تحلوه بالمي بعدين بتحطوه على الطبخه عشان ما تتكتل عندي. تمام، راح احط معلقتين من نشا الكسيح، احركهم.
كأنه بلشت تتلزق. شف ألا هلا نحط عليها كل الأشياء. عيني على ريحة. إذا حسيتوها إنه هي هيك ناشفة تقدر تحط عليها شوية زيت، تتحمل شوية زيت زيتي دوار شمس. ورح ننزل كمان الكريمة بسم الله ونخليهم يغلوا كلياتهم مع بعض. تمام، رح أنزل معاهم القشطة، وآخر إشي بس يبلشوا يغلوا رح أحط عليهم النشا. هيك بنكون إحنا تقريبا صارت وصفتنا جاهزة. تخيلوا قديش سهلة هاي، واحدة من الوصفات البرتغالية كتير مشهورة، وبتقدر بس تروح على المطاعم هناك تدوقوها. طعمها جدا غريب، فيه ميكس غريب ما بين الحامض، يعني هي فيها حموضة وفيها ملوحة، فهي هيك غريبة وأنا بحب هذا التصادم بين النكهات كتير. طيب راح نحرك. طبعا بما أنه اليوم عم نحكي عن البروتين، الكريمة كمان من الوصفات الغذائية اللي بتكون عالية بالبروتين، لأنه دائما مشتقات الألبان بشكل عام بتكون هي مصدر من مصادر البروتين. هلأ لما نحكي عن البروتين إحنا ما بنقصد لحمة أو دجاج أو سمك فقط، كمان منتجات الألبان وكمان البقوليات. فمشان هيك عم بستنى جوابكم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، تحديدا فيسبوك وصفحة يوم جديد. كمان عم بتذكرنا المخرجة فعلا كمان البيض من مصادر البروتين. صحيح، انا الشيء الوحيد اللي مروقني على اكل ابني انه بياكل بيض. اها، انه يعني عم ياخذ مصدر من مصادر البروتين بتكوني مطمنه. بالضبط. طبعا تتحمل ملح، ليش؟ لانه في عليها الكريمه فهي بتتحمل اكيد الملح. اذا انتبهتوا، عشان في ناس ما بيحبوا الكريمه كثير، شو عملت؟ ما حطيت كل كميه الكريمه، حطيت كريمه وراح احط مع المي تاعت النشا كميه اكثر، يعني بتحكم بطراوه الصوص بالمي مش بالكريمه. تقدروا تعملوا زي هيك. طبعا هيك عندي بلش يغلي، راح انزل ميه سلق المكرونه والنشا مع بعض عندي على الخلطه، وراح ابدا بعمليه التحريك. فاطمه العوران بتقول تاكل بروتين 3 مرات في الاسبوع، واسراء بتقول انها بتاكله بشكل يومي. هي 3 مرات، واسراء بتقول خاصه البيض، يعني بتاكل بروتين خاصه البيض. هلا في ناس لما بيطبخوا طبخات نباتيه او ما بياخذوا مثلا وجبه الغداء او العشاء بروتين، بيفكروا حالهم ما اخذوا بروتين طول اليوم. فمشان هيك نرجع نركز انه اللبنه، البيض، الجبنه، بالنسبه للفطور هدول مصادر البروتين. بالنسبه لوجبه الغداء البقوليات هي مصدر عالي جدا بالبروتين، فمش شرط البروتين يكون لحمه او دجاج او سمك. هون اليوم البروتين عندنا بالكريمه بروتين، وبالتونه اللي رح تستخدميها التونه بروتين. كثير في سلطات زاكيه بتنعمل بالتونه، ولكن يعني هي عشاق التونه ممكن يتقبلوها بكل شيء، اللي بيحبوا التونه تحديدا. فهاي المعكرونه هي لعشاق التونه، وخاصه تونه الصياد اللي رح نستخدمها اليوم بالوصفه. طيب من هون ليغلي، تعالوا نخرب الديكور شوي ونطول علبتين تونه عشان نفتحهم مع بعض على الهواء، ونحطهم جوا صحن عشان نحطهم آخر إشي على السلطة. على فكرة البرتغال كتير بطبخوا التونة. أنا بدي أخرب معك الديكور وأخذ علبة تونة كمان أشوف الحقائق الغذائية الموجودة فيها. إحنا والله أخصائيين تغذية دوشة يا ألا. تعرفي مثلا بروح على المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بدي أشتري أدوات لبيتي، أغراض، تلاقيني ماسكه علبه بطلع، يعني اذا منتج جديد الليبل لازم اطلع على الحقائق الغذائيه اللي رح نعلمكم بيوم من الايام كيف تصيروا تقدروا تقراوها. طيب انا هلا عم بفضي التونه تاعتي من الزيت اللي فيها. طبعا انتم بتقدروا تستخدموا النوع اللي انتم بدكم اياه، بتقدروا تستخدموا التونه اللي فيها الزيت، وتقدروا تستخدموا التونه اللي فيها المي. احنا اللي عندنا اياها هلا اللي فيها الزيت انا خلصته هيك كلياته، انت صفيته. هدول كلياتهم ما بدي اياهم، نقيمهم. بتاخذيه هو والزيت اللي جواته؟ لا، لازم اقيم الزيت منه، لازم تصفي الزيت منه وبعدين تستخدمي التونه الموجوده. تمام، هيك صار عندي جاهز. انزل عليه المعكرونه اللي انا عم بصفيها، بس لا تنسوا انا حطيت شويه اوريجانو على الجنب. اوكي، هدول بدي ازين فيهم فوق. تمام، صحيح.
كمان لما نيجي نحكي عن البروتين بدنا نكون عارفين ان البقوليات كمان فيها بروتين. طبعا دائما البروتين الموجود من مصدر حيواني بيكون افضل، زي التونه، لحمه، دجاج، سمك بيكون افضل، ولكن البقوليات فيها قدر كتير كويس من البروتين. بس ندير بالنا لجزئيه كتير مهمه، لما بناخذ مصدر كربوهيدرات، عفوا مصدر بروتين يكون بقوليات يعني شيء نباتي، نحاول دائما نخلط اكثر من نوع من انواع البروتين مشان نقدر نحصل على كامل الاحماض الامينيه الاساسيه اللي اجسامنا بتحتاجها. هلا شوفوا كيف الصوص عندي صار تقيل. لا ولا تعليق. طب يعني شو رايك بالموضوع؟ انا عاد كثير مركزه مع الطبخه، دائما انا مركزه مع الطبخه، كثير بكون مفوكسه على الاخر. شوفوا كيف بكون الصوص، كيف بتاكدوا انه هو الصوص صار تقيل منيح، بس تيجوا تعملوا هيك باصبعكم شوفوا كيف بضله تمام تقيل. حتى لو كانت هيك بدي اياه انا، هذا هو التقل. راح ازيحه عن النار ونطفيها ونحط المعكرونه. المعكرونه شو عملتي فيها بعد ما سلقتيها؟ حطينا عليها زيت، او اذا حدا لانه هي بتلمع هيك في لمعه زيت عشان ما تلزق. صح، عرفتي؟ خصوصا اذا كنت بدك تعمليها قبل بوقت وما بدك اياها تلزق، حطي عليها شويه زيت زيتون او حطي عليها شويه زبده. بتفضلي لما بنصفيها لما بنصفيها بتفضلي انه نحط مي بارده ولا انه هي حاره نحط عليها زيت؟ بتصفى لحالها وهي ساخنه. بدي اشوف درجه استوائها صراحه. استواء تام ولكن مش لدرجه التخبيص، يعني ما تكون بتفغص. تمام، تتحمل كمان معكرونة راح أحطها. وتهيألي بحس هيك هيك قلبي حاسسني إنه هي كتير كتير مشتاقة لشوية ملح من الكسيح، فبدي أملحها. نحط شوية ملح الكسيح كمان هيك حبتين على البركة. هو بتحمل أيوة بالضبط باليد، ونعملها قلبة قبل ما نسكب ونزين. آخر إشي منحط التونة. أنا صراحة لما تعمقت أكثر بالطبق الأطباق البرتغالية انصدمت إنه هم بطبخوا التونة يعني طبيخ، عرفتي؟ إحنا دائما متعودين إحنا ناكلها باردة مش مطبوخة، هم بطبخوها. طبعا أشهر طبق زي ما حكيت لكم من أطباق البرتغالية هو سمك القد، واللي هو نوع من أنواع السمك، وهو بيكون مملح. بيجوا بيمسكوه بنقعوا بالماء بيقيموا شوي منه الملح، بعدين بطبخوه بالحليب، صنق بالحليب. طيب، هو هذا الطبق الشهير تاعهم. تمام، أنا رح أجيب الصحن عشان بدي أسكب معكروناتي. طيب بدنا نلفت النظر كمان ألاء لنقطة، إنه في ناس ما بيتحملوا إنهم ياخذوا مصدر من مصادر الألبان أو الحليب مع التونة أو مع مصدر من مصادر السمك. ففي بيجي بيقولوا لك بيعمل تسمم، هو ما بيعمل تسمم علمياً، يعني ما في دراسات أثبتت أو إنه فعلاً هدول الصنفين الغذائيين مع بعض فيهم انتر أكشن معين أو إنهم بيعملوا تسمم، ولكن في بعض الأشخاص عندهم عدم تحمل من إنهم ياكلوا التونة أو خلينا نقول منتجات الأسماك مع منتجات الألبان. فكل شخص بيقدر يعرف حاله هل هو عنده عدم تحمل من هذا الإشي أو لا. إحنا ما بنعتبره طبعا تحسس، بنعتبره عدم تحمل وما بنعتبره تسمم كمان، يعني زي الناس اللي بيكون في عندهم حساسيه من حليب او حساسيه من، يعني ممكن هو تفاعلهم قصدك. زي ما في فود دراج انتر اكشن، يعني زي ما في تصادمات بتصير بين الاكل وبين الادويه، كمان في فود انتر اكشن، بيكون زي اكنه نوعين اكل مع بعض مش ضابطين مع بعض، بيكونوا عند بعض الاشخاص جسمهم ما بيتحملهم مع بعض. بتعرفي بس ناكل الاكل الاء داخل المعده بيصير زي كانه مركبات كيميائيه مع بعضه. يعني مواد معينه بهذا الصنف الغذائي، مواد معينه بهذا الصنف الغذائي بيعملوا مع بعض مركبات. هاي المركبات ممكن انه احنا نخليها تساعدنا انه صحيا تكون افضل، زي لما ناخذ مصدر دهون مع مصدر كالسيوم كثير كويس. أوكي، مصدر من مصادر فيتامين دي مع مصدر كالسيوم كثير كويس. وفي اشياء ما بتزبط مع بعض زي الكالسيوم والحديد. حبيت يعني ما ناخذ قطعه لحمه مع صحن لبن، مش كثير كويس. مع انه احنا اكلتنا المنسف الشهيره هي هيك، بس نحاول دائما انه نفصل مصادر الحديد عن مصادر الكالسيوم. مسكت هلا تونه الصياد وراح احطها فقط في الاعلى، ولكن هيك عم بفرطها شوي بالصحن عشان لونها الزهري الحلو هو اللي انا بدي اياه يكون مبين، وبدي هيك انزلها فوق
طبق جدا غريب ولكن هو طبق برتغالي، واحنا اليوم بالبرتغال. حلو كثير. لا تنسوا جواز السفر تاعكم. اهلا وسهلا. بدي اسالك دعاء سؤال. حبيت هلا المكملات الغذائيه تاعت الاطفال، هو شوي خارج الموضوع ولكن امبارح خطر في بالي قلت اسالك. المكملات الغذائيه تاعت الاطفال تحديدا بتكون عن شكل جومي بيرز او اللي هم يعني حلوه. صحيح. اللي بتكون هيك حلو يعني طعمها حلو. صحيح. وهي بتتاكل عاده الصبح. هل بياثر تناولهم لان هم اكلوا شيء حلو من الصبح لبعد؟ صحيح للاسف. للأسف بعد وحتى خلال اليوم. هلا قبل بس احكي لك شغله عن التونه، كونه الكاميرا جايباها بتبين قد ايه لونها وردي، هذا بدل قد ايه هذا النوع من التونه جودته عاليه فعليا. يعني لما بيكون بهذا اللون الوردي مش عليه هيك الوان مايله على بني او مايله على سواد، فجد تونه صياد بفوز. انا ببيتي بستخدمه للامانه. نرجع لسؤالك الاء. هلا دائما لما بدنا نعطي اطفالنا مثلا مولتي فيتامينز تكون على شكل جومي فيها سكر، بدنا نكون عارفين ان نسبه السكر الموجوده بهذا المولتي فيتامينز مضره لهم، واذا بياخذوها كمان الصبح مع انه امتصاص الفيتامينات بتكون اعلى، لكن نسبه السكر الموجوده بدها انسولين ينفرز معها. لما بينفرز الانسولين بقل افراز الجروث هرمون اللي هو بيساعد على نمو الاطفال. مشان هيك دائما ندور على المولتي فيتامينز اذا اولادنا بيتقبلوهم اللي ما فيهم سكر. طب ايش الحل للي ما والله الحل دائما انا بحب من الاكل، يعني انا بفضل انه الطفل ياخذ الاصناف الغذائيه ونحاول انه احنا نعالج هاي الانتقائيه الموجوده عنده بانه شوفي مثلا ما شاء الله الطبق اللي عامليته مش مشان مصلحه مشان هلا اكل منه، لا جد قد ايش شكله حلو. فلما بنزين ونبدع هيك دائما بنحكي العين اللي بتاكل، واطفالنا فعليا بحبوا انهم ياكلوا الاكل بطريقه هيك يكون شكله مميز، فصدقا رح ياخذوا من الاكل ويبطلوا انتقائيين ان شاء الله. يعني انا كلي امل. هيك الطبق الأول صار جاهز واللي هو المعكرونة بالتونة. أنا آسف أقوله هي المعكرونة بالتونة. والطبق الثاني رح يكون برضو من البرتغال، لأني حكيت لكم رح نروح على البرتغال. بدي أخذ الصحن على الطاولة الرئيسية اللي هي طاولة زينت لكم إياها بالثيم البرتغالي عشان نطلع فاصل ونعود بعد الفاصل للسلطة.